مساكم الله بالخير مستمعي مارينا اف ام ومشاهدي مارينا تي في، وحلقة جديدة صاخبة بين مزدوجين لبرنامج بلنتي مع ضيف الحلقة الأخ العزيز أنور صارخو. يا هلا فيك حبيبي. يعني اليوم أنور عندك دمعة وابتسامة، دمعة على خسارة يوفنتوس أمام إنتر بكأس إيطاليا، وابتسامة لفوز سيتي على أرسنال. هذه هي الحياة، يوم لك ويوم عليك. صحيح. أنت صحيح. بس أنت أنت مش يوم، أنت بنفس اليوم صار في عليك ولك. نعم صحيح حبيبي أنور. صحيح. أهلا وسهلا فيك دائما. أنت تشكل الإضافة، و بالتأكيد بنرحب بأحد رواد البرامج حبيب قلبي وتاج راسي حبيبي. يسهل أنا شوف ماخذ مكانك الحين. عفوا أنا ماخذ مكانك الحين. الأماكن كلها لك يا بعد شبدي. شوف حط لنا هذه الأغنية بالفاصل. طلعها طلعها. أرحب فيك وبزيزو وأخونا أنور. طبعا أنور مكانه هذا صار الحين، يعني مو أول مرة طبعا. وطبعا ما أدري ليه متى صابرين على إليجري. أيوة هلا نحكي، رح نحكي رح نحكي بالحلقة. هذا الحكي يحلى بعد الزبيدي صح؟ الزبيدي هذا ليت متشري وسط مو صغيرة ولا العودة، ليت وسط كذي. ها الله الله، والعيش المشغول هذا والدقوس هذا بعد نوم عبد الله. كابتن انا نمت مو كابتن. كابتن تذكر لما كنا بقطر وتعرفنا على شاب مغربي وانت اصريت تعزمه على اكل اكله سمك. صح 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 يا بي، اكلنا كثير. ترى هي شو اسمه المكان، وتروحنا على السوق كان في رقص مراقص شعبي. الكتاره رحنا وكان في هناك يعني أمور شعبية وأكلات شعبية قطرية بحرينية خليجية حلوة على البحر، فكان يعني منظر جميل. والمغربي هذا بصراحة يعني كنا نعرفه من زمان. صح. قعد ويانا يمكن ليه آخر النهار آخر الليل، بالليل رحنا الساعة واحدة اثنتين. أنا كيف سأبت، إحنا كنا متوجهين على قطر أنا والكابتن، وسأبت عم نحكي عن المغرب إنه إن شاء الله المغرب يفوز على فرنسا بدور نصف نهائي. سمع هو أن أنتم مع كذا وكذا وتعرف عليكم وأبو عبد الله بس يعزم على شخص خلاص بيعزم هذا. خلاص تيجي معنا. ضلوا معنا والله ضلوا معنا كل وقت بس قعدنا بالقهوة. صح انبسطنا بصراحة. طيب أول شيء زيزو برحب فيك وخدنا على الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي نقول هالاند، نقول دي بروين، نقول بيب غوارديولا، نقول مانشستر سيتي. بصراحة للقاسي والداني نقول مانشستر سيتي هو أقوى فريق موجود على الكرة الأرضية بالوقت الراهن، وخير دليل على ذلك ليس فقط فوزه على أرسنال امبارح بنتيجة 4-1، بل بالأسلوب وبالطريقة. جميع الفرق تعرف كيف سيلعب سيتي، ولكنها غير قادرة على وضع الآلية الكفيلة بإيقاف سيتي. كابتن أنور، أول شيء بقول لك مبروك حضرتك من أكبر مشجعي سيتي. السؤال هو هل ضعف أرسنال أو تراجع أرسنال أظهر سيتي بالشكل الرائع امبارح ولا لا، ولا سيتي أمام الجميع يلعب بهذا الأسلوب؟ يعني فيها من الاثنين، أتوقع فيها من الاثنين. أرسنال كل اللي يشوفه في الفترة الأخيرة يعاني من أزمة ثقة، يعاني أزمة شخصية في الملعب، الحضور الذهني قل، الضغوط اللي بدأت تتشكل على اللاعبين وقل، وصعوبة التعامل مع هذه الضغوط، وصعوبة تعامل أرتيتا مع عملية التدوير، محاولة أنه يكون فيه توزيع مجهود على الأسماء الموجودة وبالتالي ينزل في الملعب بأفضل فورمة ممكنة. في الجانب الآخر السيتي يعني حضر المباراة بشكل مميز، الطريقه اللي يلعب فيها غوارديولا ان هالاند يرجع ويسحب معاه المدافعين وينطلق دي بروين، يعني دي بروين في المقدمه، وشفنا هالاند صنع هدفين وصنع كره كان ممكن تسجل هدف ايضا ثالث، وبالتالي يعني الطريقه اللي كسرت رتم المباراه وسجل من خلال الهدف الاول كانت عمليه ان هالاند ينزل لخط النص ويسحب معاه المدافعين، هولدينج خصوصا هولدينج اللي كان واضح انه هو رقابه مان تو مان لهالند، وبالتالي التمريرة مميزة، انطلاقة دي بروينة ودي بروينة في الدربلينج لا توصيه دخلوا في النهاية سجل هدف. التقدم اللي واضح أن
أعطى ثقة كبيرة. وطبعا ملعب الاتحاد من الملاعب يعني اللي صعبة على أي خصم. طب أنور، هلأ نحن نعرف أنه مثلا مدرب أرسنال أرتيتا منه يعني ياهل. صحيح. طب أنت شفت من بداية الجيم أنه هالند رجع لورا عم يسلم الكرة، عم يسحب المدافعين مثل ما حضرتك قلت، وعم يسمح لدي بروين أنه ينفرد، يعني يكون أمامه مثلا أو مدافع أو اثنين، يروح خلينا نقول على النص بعدين يقص على اليمين بعدين يسدد. صح. صح. طب ليش أرتيتا ما تصرف يعني ما تحرك يعني الهدف جاب وقت مبكر جدا سيء. يعني أنت كأكشن المدرب في بعض الأحيان ما تقدر تلحق، خصوصا أنت في بداية المباراة لقينا العملية هذه صارت وتسجل هدف على طول، يعني ما صار في ضيع فرص أول من أول فرصة. صح. السيتي سجل. نعم. فأرسنال صار في موقف أنك أنت تحاول ترجع المباراة، خصوصا قبل المباراة هذه الضغوط تحولت على أرسنال كون السيتي إذا فاز في المواجهتين المؤجلتين بالتالي راح يكون متصدر على أرسنال حتى بدون نتيجة مباراة أمس. فأتصور يعني أيضا ما كان في عنصر مفاجئ، الكل يتكلم أمس ما كان في عنصر مرشح يعني قصد السيتي راح. نعم، بس ما كان في عنصر مفاجئ من أرسنال كتكتيكيا أو في العناصر الموجودة. أرسنال نزل بالأسماء المتوقعة. نعم. ساكا على اليمين، على الشمال مارتينيلي قدام خيسوس، شاكا وديغارد خلفهم. فيعني ما كان في يعني عملية ال ما في عنصر مفاجئ، بالضبط هذا اللي أقصده. يا أبو عبد الله، برأيك انحسن الدوري؟ والله شوف، هو على الورق لا ما انحسن، لكن في الواقع نعم انحسن من مباراة أمس. مو بالنتيجة يعني إن مثل لو 1-0 أو تعادل، حتى لو خسر مثل يعني خسر بالطريقة هذه، تصور أنت الهجمة الوحيدة لأرسنال اللي تسجل منها الهدف. تخيل، ومو ذيك يعني الفرصة، كرة عرضية يمكن بالغلط لعبها دربك أو... صار في دربك. شوف هو الفوارق كانت كبيرة واضحة. أنت سؤالك ممتاز بالنسبة حق أرتيتا. أرتيتا في قبل مباراة السيتي في 3 مباريات اللي فقط فيها 6 نقاط وكان متقدم. أنت قصدك أمام ليفربول وستهام، هاي لعبتين وبعدين خل ساوثهامبتون. نعم. خلها انه تاخر ورجع. نعم. اوكي، هو هني التركيز الذهني زيرو. قلنا لك اللاعبين ما عندهم الخبره، والمصيبه ايضا المدرب ما عنده خبره. يمكن كان مساعد لي صحيح لغوارديولا في سنوات مع، لكن ايضا كقياده وفي مراحل مثل هذه وانت قاعد باري الاستاذ مالك قاريك صح، وعمل أكثر من طريقة وتكتيك فيه قبل تسجيل الهدف، بعد تسجيل الهدف، عندما يتقدم هدفين، عندما عارف شنو عند الخطة A و B، طريقة وأسلوب لعب قامت تتغير. عنصر المفاجأة أن هالند من بداية الموسم كان يسجل أهداف، لكن غوارديولا كان متضايق أنه ما قاعد يخدم الفريق، أنه ما قاعد يعمل الأسس، أنه ما قاعد يتحرك. هذا الماخذ لكن يحسب لغوارديولا توظيفه للاعبين، يعني ممكن يلعب بأكثر من مركز، ممكن يعطيه أكثر من وظيفة. هذا إبداع من مدرب الحقيقة. حتى يعني من متى احنا نشوف غوارديولا قام يدافع؟ تخيل أرسنال في بداية المباراة كان ضاغط على السيتي، وهذا عارفة غوارديولا راح يصير، واستقل المساحات بأنه يكون هالند محطة. طبعا هذه أول مرة نشوفه. صح. من بعد مباراة الباير اللي الهدف التعادل اللي سجلها هالند بينه وبين دي بروين، قرب المسافات بينهم، أعطى يعني وولكر شارك أمس وكأنه يعطي رسالة تجهيزة لمباراة مدريد. نعم. يعني قاعد يعمل أدوار ويجرب شغلات في نفس الوقت يكسب أكثر من عصفور في حجر واحد. فعلا يعني أمانة يستحق في فوارق كبيرة. نعم. على مستوى العناصر، لكن أنا وجهة نظري مع احترامي للعناصر، غوارديولا تغلب على أرتيتا بكل شيء، حتى بطريقة الأهداف، الكور المباشرة يعني صناعة الهدف الأول بدأ من إيدلسون حارس المرمى، الهدف الثاني بدأ من كرة ثابتة، الأهداف الضغط على الهدف الثالث، استخلاص الكرة في منتصف ملعب أرسنال وتسجيل، حتى في الهدف الرابع أنا اللي لاحظت عليه أن النتيجة 3-1 والدقيقة 95،
تصور أنت بالشكل الطولي 9 لاعبين، رمية تماس للظهير الأيسر لأرسنال، 9 لاعبين في الطول مو في العرض، عاملين ضغط على الهدف الرابع لهالاند. شوفه راجعة راح تشوف 9 لاعبين، اللاعب الأرسنال مو عارف يلعب وين الأوت، واستخلصت وسجل منها هدف رابع. صراحة السيتي في وضعيته هذا صعب جدا، وأنا قلت لك أمس تذكر قلت لك أقرب من أي قطمة أن يحقق الثلاثية ويعادل رقم مانشستر يونايتد. طب أنور، في كتير ناس كانوا ينتقدوا بيب غوارديولا، يقولوا مثلا عم يتفلسف تحديدا بمباراة زمان. صراحة تذكر بمباراة الفاينل تبع دوري الأبطال أمام تشيلسي. طب اليوم كمان عم بغير، مثلا جون ستونز كان لعب قلب دفاع، لعبه ارتكاز بعدد من المباريات. في بعض الأدوار للاعبين عم نتفاجأ فيه. كمان امبارح شفنا أنه كان هالند محطة وليس على الفينش. طب هلأ هون في يقولوا أنا عم يتفلسف بيب غوارديولا، ولكن عم تنجح. صحيح. طيب شو رأيك؟ هو يعني في النهاية التغيير التكتيكي في النهاية هي عملية مجازفة، لأن أنت يعني شيء قاعد فكرة في بالك ما راح تعرف شنو تأثيرها في الملعب. فالتغيير التكتيكي اللي كان في مباراة تشيلسي كان تأثيره عكسي، تغييرات كثيرة قام فيها، وأنا مدش طبعا في التفاصيل. لكن أمس التغيير اللي صار قال توا نقطة أيضا مهمة، مشاركة ووكر أمس. أي ووكر أنا تفاجأت صراحة، 4 مدافعين 6 مدافعين، وبدأ يستغني نوعا ما عن عنصر الباك اليمين. سونز كان في حالة دفاعية يرجع يصير الباك اليمين، لكن هو قدر إمكانيات مارتينيلي على الجهة الشمال، وعارف أنه مفاتيح لعب أرسنال متمركزة بشكل كبير في اليمين والشمال. أيضا مشاركة أكانجي على الشمال كانت مؤثرة في مواجهة أكانجي امبارح كان ممتاز. بالضبط أكانجي وأمامه جريليش سكروا على ساكا اللي يعتبر يعني مفتاح لعب جدا مهم في أرسنال، مشاركة مع مارتينيلي وديغارد. شوف تعدد الحلول اللي عند غوارديولا الآن راح تتعب الخصوم مهما كان الخصم اللي أمامه، وهذا ما حصل في 17 مباراة الآن. هو لم يخسر يعني في جميع المسابقات، 14 فوز و3 تعادلات. يعني في إحصائية عندنا، مانشستر سيتي الفريق الوحيد في الدوري الذي لم ينتصر عليه أرتيتا، الفريق الوحيد فاز على كل الفرق إلا غوارديولا. هذا يبين لك الوضع، 20 فوز لغوارديولا على أرسنال، أكثر ب5 مرات من أي فريق آخر في مسيرته. حلو. فكل هذه أرقام ناهيك. أمس تكلمنا عن هالند هلا طيب. الشيء يذكر أبو عبد الله في موقع أبطا بيقول أنه اليوم سيتي حظوظه بتحقيق اللقب 92% مقابل 8% للأرسنال. هذا بأكد الحديث طبع أبو عبد الله وأكيد أنوار، ويعني بالتالي سيتي اقترب من اللقب الخامس في 6 سنوات. أنا برأيي بإنجلترا تفوز باللقب 5 مرات ب6 سنوات هذا اكتساح كامل. بدي افتح أكيد الحديث عن هالند. طيب اليوم هالند بصراحة دبابة، وحش كاسر، شو ما تقول عنه يعني مدمر. طيب 33 هدف بالدوري الإنجليزي. طب هل هذا في نظام هذا 38 مباراة؟ 38، لأنه في شغلة معلي، في بعض الناس يمكن شافوا أنه في لاعبين سجلوا 34 هدف اللي هن أندي كول وألان شيرر. أندي كول سجل 34 هدف موسم 93-94، وألان شيرر الموسم 94-95، يعني أكثر بهدف من هالند. ولكن بوقتها كان الدوري الإنجليزي فيه عدد أكثر من الأندية، وبالتالي 4 مباريات زيادة. ولكن ابتداء من السيزن يلي صار فيه فقط 20 نادي بالدوري الممتاز، كان محمد صلاح معه 32 وهالند بارح كسر 33، مع الأخذ بالاعتبار أنه الدوري الإنجليزي قوي، يعني 94 عم تحكي. صحيح. اليوم صار أقوى. أنور شو رأيك بهالند؟ يعني شو رأيك بهالند؟ يعني في نقطتين مهمين. أول شيء سهل، هالند أول هو تتويج بالنسبة لمانشستر سيتي. هالند يتوج عمل السيتي اللي كان في آخر موسمين يعاني من أنه يصنع لعب بشكل كثير ويصنع فرص بشكل كبير، وبالرغم من هذا ما يتم تسجيل الأهداف بنفس النسبة اللي من خلالها يتم صنع الأهداف، لأنه ما كان السيتي يملك رأس حربة متمكن. يمكن بس أنا بعمل لك أنه في خيسوس كان عنده ستيرلينج، كان عنده أسماء كبيرة تعتبر. أنت شفت سيل خيسوس، لأن غوارديولا شاف أنه مو رأس، يعتبر ما يعتبر رؤوس الحربة التقليديين في عملية التمركز والرأسيات والتسديد القوي،
كان في كثير من الأحيان يشركه في الجناح الأيمن كلاعب يقوم بالضغط على المدافعين، عنصر الدفاعي عنده زين خيسوس، لكن كرأس حربة ما كان هو الهدف المنشود بالنسبة للمان سيتي. هالاند كان هي النقطة القطعة المكملة في مواصفات كامزة بالضبط، خاصة الطول. شوف المحطة عفوا، الطول مهم جدا. قلت لك في مباراة البايرن الطول فاده، لو يعني كان أقصر كان ممكن يتغلب عليه المدافع، لكن الطول الجسم القوة الرغبة عنده مواصفات هداف. يحسب لجوارديولا أنه طور هذا اللاعب، طور هذا اللاعب من يجعله محطة، من يجعله يساهم، من يجعله هو نقطة في مهم إذا نقطة مهمة، عملية تنوع صنع اللعب من أكثر من لاعب. نعم. شفنا الهدف الرابع أمس، وعلى فكرة هو مع فودن بشكل ثنائي مميز جدا. هو بشكل مع فودن وبشكل مع ديبرون وبشكل مع ديبرون ومع يعني 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 لاعب قد ياخذ يتأقلم مع أي لاعب المجموعة فعلا. في شغلة أنا شفتها كمان، أنه في بعض الناس عم ينتقدوا بيب غوارديولا أنه خلينا نقول ما عم يستغل كثير هالاند. أنا برأيي بالعكس، مثل ما قال أنوار عم بيطوروا لهالاند. أنا برأيي بيب غوارديولا في أمس واحد دق اتصل تذكر وقال ليش قاعد يطلع 100% ما أدري منه عم بيطلعوا بآخر هذا خي عم بيلف البارح ما طلع ليش؟ لا يبي يسجل، يبي يسجل لأنه هو عارف إذا سجل راح يحقق الرقم هذا. فلما فل الشهر بعد فلت الشهر سجل الهدف حبيبي. بس في شغلة يا كابتن، في عندي أرقام رح أقول لك هلا بعد البرج. بس في شغلة، القصة أخذ منك حتى القصة هاي صار لها حتى أخذ منك حتى هم جنبازي صار لها أسبوع حتى يوم. يا زيزو خلينا نروح بريك ونرجع. فالنسي الدوري الإنجليزي. عدنا لكم لاستكمال برنامج فالنتي، وبالتأكيد هذه العودة ليست كعودة ميلان. ميلان لم يعد. رجاء رجاء. سؤال سريع. سؤال سريع. اليوم بتحول للمحلل ميكونا وكان رأس مهاجم. أنا لحقت عليك عبد الله، أنت كنت مهاجم. قول حبيبي. تفضل. قرر بما أنك قلت قصة وساعات شارك تمام أوكي يعني شارك كان طبيعي وضع طبيعي يعني طويل شوي. هل هذا له تأثير على المهاجم؟ نفسيا. شوف تحس لما تحس انك اقرا انك يعني قوي وتخرع المدافعين والقوه والصلاح عرفت، فهذه انت تحسها داخل. زمان كنا في نفس الوقت شعور كذي ان اقرا وجسم وكذا القوه يعني النوع التفكير هذا في بالك. بس هو في النهايه غالبا يعني لما لاني اكون في العسكريه فلازم احلق. مظبوط. طب يا ابو عبد الله بدنا نستكمل الحديث عن انا عندي احصائيات عن هالاند. وامس انا قلت لك هالاند مدمر، انا ما اتكلم يعني في الا في ارقام. واللاعب لما اتكلم انه الان قاعد يتطور مع غوارديولا، طبعا انا وجهه نظري حقيقه يعني انه غوارديولا من افضل المدربين، وهو الان يطمح لانه يحقق الابطال غير مع برشلونه لانه فشل مع البايرن. فشل طبعا. والان سابع موسم قاعد يعمل كل ويضيف الآن. أنا في وجهة نظري إن لما هالاند وصل هذا كان ينقص السيتي، وكنت دائما أقول لك الكلام هذا. صح. فعلشان كذي أنا قاعد أشوف إن إذا مو محظوظ ممكن تروح منه بطولة، لكن أتوقع أنه راح يأخذ ثلاثية إذا ما استمر الله أعلم شو يصير ما أدري. طب في أرقام لهالاند، قول ساهم هالاند بتسجيل 57 هدف، 49 هدف وثمانية أسس في جميع المسابقات هذا الموسم، وأكثر ب 15 هدف من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى مسجلا أو صانعا في كل 58 دقيقة. مانشستر سيتي حقق الانتصار رقم 12 على التوالي على أرسنال في الدوري. نعم. 12 التوالي على الأرسنال ومسجلا 35 هدف مستقبل خمسة، فوارق كبيرة تؤكد. احنا كنا نتأمل، لكن أنا وجهة نظري أن أرسنال ما خسر الدوري من السيتي، أرسنال خسر الدوري من قبل من المباراة الثلاثة. نعم. اللي قبل لا يلعبها مع السيتي، لأنه لو كان حاصل على النقاط هذه وكانت بيده بإمكانه، عارفين ظروف ليفربول، عارفين وضع وستهام، عارفين أنت قاعد قابل ساوثهامبتون الأخير
فتسع نقاط كانت بيدك، كنت بيدك، حصلت على ثلاثة خسرت ست، رغم فوز السيتي عليك أمس لو ما أخذ التسعة كنت بعدك متفوق علي، متفوق بفارق كبير. طيب. أنا وجهة نظري يعني. طيب هلا أنا راح أشوف على الشاشة صورة من مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في بعض الناس هذه الصورة، في بعض الناس عم بيقولوا إنه طالما الفار أخطأ مرة بإنجلترا ممكن يخطئ مرة تانية وتالتة، وفي بعض الناس قال إنه الهدف الثاني لمانشستر سيتي أثر بشكل مطلق على المباراة وحسم الأمر. برأيك هيدي اللقطة فيها أوفسايد ولا لا؟ بالشكل أنا أول ما شفتها قلت هاي السلة وقلت خلاص يعني راح، بعدين حطوا زاوية ثانية والخط بشكل أوضح. صح صح. لا يعني شوف يعني إحنا الحين مو دفاع عن القرار. نعم نعم. لكن حاليا التسلل، حالات التسلل في أوروبا صار صعب جدا يكون في قرار خاطئ، لأنه يأخذون وقتهم والخط يكون واضح، واضح جدا والوقت ينحسب اللي يوقف فيه قاعد ينحسب بالضبط. فالزاوية هذه ما كشفت بالشكل الواضح اللي لحالة التسلل، حتى لو تشوف الخط، الخط مو بشكل ستريت اللي صوب ستونز والمدافع اللي خلفه. نعم. مو بشكل يعني بتخش شوي هي. إيه؟ لا بس ترى هذه اللقطة كذي. نعم. والكرة طالعة من دي بروين الحين. إيه؟ هذه تسلل. تسلل. هذه تسلل صح. لكن لما حطوا الخط أمس رجل اليسرى للمدافع أرسنال كان متقدم متخ، وهذا شيء غريب يعني ما أدري له هالمسافة، ما أدري ليش. طيب. ماني عارف. غطى فعلا. غطى. ايه. نعم. خلينا ناخذ اتصال. بس ايضا تحسب لهم ترى السيتي. نعم. الاربع اهداف في بداية كل شوط ونهاية كل شوط. نهاية كل شوط. يعني في تركيز ذهني عالي. نعم. حتى بتسجيل اهداف. خلينا ناخذ اتصال من السعودية. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ معك ماجد. يا هلا ماجد، المتصل الوفي والدائم. عزيز. تفضل حبيبي. انا مستمتع فيكم والله. حبيبي يا هلا. وش اسمه؟ هالند يعني أنا أقول أرسنال هو اللي ضيع الدوري يعني بالتعادل في المباريات الأخيرة. نعم صحيح. يتقدم بس إنه ما يعرف يحافظ على النتيجة، هو اللي ضيعها أرسنال يعني نفسه مش مانشستر. نعم. وهالند أنا أبغى أشوفه ضد إنشيلوتي، يعني إنشيلوتي أنا أتوقع إنه غير راح يطلع السيتي، أتوقع كذا، لأن إنشيلوتي سمكري، مدرب سمكري. يعرف يتعامل مع مثل هذا المهاجمين. ماجد انشيلوتي الحين ترى عنده مشاكل بالدفاع، عنده مشاكل كثير، عنده اصابات، عنده عدم استقرار، المباريات المهمه يعرف يتعامل معها. لا ما اتكلم عن انشيلوتي. هو يعرف يتعامل، لكن مشكله ذا العناصر مو جاهزه وقاعد تتغير الخط الرباعي بالدفاع. نعم. قاعد يتغير كل مباراه للإصابة للإيقافات، فهذا قاعد يضر مدريد. ماجد على قولت أخونا المصريين يعني راح يفوق إن شاء الله. نشوف. إن شاء الله. نشوف. الله يسمع منك. شكرا. آخر شيء نعم. بخصوص الميلان والإنتر. نعم. نتمنى الإنتر يطل النهائي لأنه أقوى ودفاعيا قوي جدا جدا جدا. وشكرا. نعم شكرا ماجد دايما على تواصلك معنا. بناخد اتصال تاني. الو يا هلا يا حبيبي، يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. مين معنا؟ مشعل. وياك مشعل. يا هلا مشعل يا حبيبي، كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ بخير. عساك بخير حبيبي. قول حبيبي تفضل. ما حبيت اسلم على الضيوف اللي عندك، انور ابو جواد وابو عبد الله. حياك الله حبيبي. ما أدري أبو جواد طبعاً الحين في حالة، ما أدري يعني هل يفرح حق السيتي ولا يكون حزين على اليوفي، ما أدري شنو وضعه. ما بين الدمعة والابتسامة. والله الاثنين يعني الاثنين. أنا حزين لوضع يوفنتوس، خسارة بصراحة. يوفنتوس بغرض النظر عن النتائج مو مطمن يعني مريم. يعني وضعه مريم. يعني إيه سيء، ومدرب مصر على نفس النهج والأخطاء. بس عفوا، نحن عنا هلأ من بعد الدوري الإنجليزي عنا محور كبير عن إيطاليا، رح نتحدث بالتفصيل فيش خلق ونستفيد من وجود أنور المتخصص يمكن بشكل كتير كبير في الكرة الإيطالية وأيضا بيوفنتوس بشكل خاص. في عندك أي استفسار آخر؟ لا أبي بس رأي الشباب. نعم. تشلسي، هل مشكلة تشلسي عناصر؟ هلأ ما نحكي عن تشلسي يعني. أنت بايد كل المحاور عندنا. كأنه بعت له أنا أسئلة، بعت له الأسئلة، كأنه بعت له الأسئلة. خلص حبيبي هلأ نحن تحدثنا عن تشلسي. يعطيكم العافية. يا هلأ.
طيب تشيلسي أنور، مباشرة بنروح على سؤال واضح وصريح، هل كان قرار تعاقد مع لامبارد ناجح أو لا؟ لم يتعادل، لم يفز، كله خسارات سواء على مستوى أوروبي أو مستوى المحلي. يا سيل، أنا بوجهة نظري من الظلم إن إحنا نقيم نعم. التعاقد أو تعاقد مع لامبارد في هذا التوقيت ونفصله عن باقي أحداث الموسم هذا. نعم. تشيلسي مر بأشياء كثيرة، تعاقد مع لاعبين جدد، إقالة مدربين اثنين، يعني إقامة ثالث مدرب يتم التعاقد معاه هذا الموسم، في تخبط كبير، في عدم استقرار كبير. المدرب من أهم العناصر اللي عنده عشان يقدر يحقق نتائج، لازم يكون في استقرار عند الفريق، وبالتالي ما تقدر تحاسب المدرب. نعم. بس أنور، أنت كنت جايبه من قبل وترد مرة ثانية تجيبه، ما يصير يعني. لا هو طبعًا الإدارة، لا طبعًا إدارة. إدارة فيها فوضى. يعني أنا ودي أقول نقطة، يعني يمكن قول ما بي الناس تزعل مني، من مساوئ كرة القدم الحالية ووصولنا إلى مرحلة إن الكرة القدم عملية المادة، وإن الكرة القدم أصبحت سوق، وإن في ناس صراحة ما تفهم بالكرة قاعد تمتلك الأندية. يعني نتكلم عن ملاك نادي ليفربول وتشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد، الأمريكان لا يملكون شغف كرة القدم. الأمريكان يتعاملون مع كرة القدم بزنس، كإحصائيات وبزنس، وهذا شيء سيء. بالتالي شغف كرة القدم مهم عشان أنت تفهم شنو اللي قاعد تسويه وشنو اللي قاعد تمارسه وشنو اللي قاعد تديره. فيعني تشيلسي ضحية لهذا النوع من، يعني احنا بالتأكيد أبراموفيتش المالك النادي السابق كان عنده أخطاء، وكنا نشوف سيل فجأة تلاقي صار إقالة مدرب واستخدام مدرب جديد وتصير ثورة بالفريق، لكن بدون شك ما كان بهذا السوء اللي احنا قاعد نشوفه هذا الموسم، لدرجة انت انك قاعد نظرت على بوتر مدة طويلة وانت قاعد كابر، ما انت قادر تقيله لانك انت أقلت بكل حرارة انك انت أخطأت من البداية، وفي النهاية نفذت هذا القرار وجبت لامبارد. فلما ينحاسب لامبارد يعني انا مو دفاعا عنه، لكن لامبارد استلم دكة، يعني كأنك استلت سفينة غرقانة نصها غرقان في البحر، تقول لي تعالي طلعنا، ما راح يقدر يسوي شيء، بالرغم ان تصريحات الامانه كانت نوعا ما مشجعه ان هذا التشكيله هذه انا اشوف انها خدم، لكن اعتقد لامبارد لما شاف الواقع يمكن حس انه لا العمليه مو بهذه البساطه تسوي. طيب شوف لامبارد بالخمس مباريات خسرهم طبعا كلهم، استقبل 9 اهداف وسجل هدف واحد. تشيلسي خسر 11 مباراه هذا الموسم من 26 منذ رحيل توخل. نعم. مع توخل خسر الرقم هذا 11 مو من 26، من 63 مباراة. ب 63 مباراة خسر 11. الآن من 26. الآن من 26 خسرانين تشيلسي 11. هذا يبين لك سوء الإدارة، وهذا يبين لك حتى لو أنا عندي فلوس وما أفهم بالشغلة، يا أخي أجيب ناس متخصصة، دائما المستشارين الفريق اللي حولك هو ينجحك ويساعدك. صح. إذا أنت ما تفهم في الأمور هذه، أنا رداً على أخوي أنور أن أغلب الأمريكان أن بالبزنس وفي كرة القدم يخلطون الأوراق، ما فإبراهيموفيتش أنا أتوقع قبل رحيله كان في أخطاء، لكن تحسن والفريق تحسن وعاد البطولات بعد 50 سنة، يا بدوري يا بأحسن مدربين يا بأفضل لاعبين. ليش أكيد 100% في طاقم حول استشاري على أعلى مستوى. صح. في شغلة أنا بتذكر أبراموفيتش لما إجا على تشيلسي وبلش يحسن الفريق، اشترى المدير التجاري بمانشستر يونايتد اسمه بيتر كينيون بخمسين مليون، يعني شوف كيف التفكير بيكون. طيب امبارح بس ممكن نجيبهم بيتر كينيون الآن، أنا أسمع ممكن. بدنا بس نذكر إنه امبارح فريق ليفربول تغلب على مضيفه ويست هام 2-1 وعزز بالتالي حظوظه الصعبة في احتلال أحد مقاعد أربعة المؤهلة لدوري الأبطال. الليلة عندنا توتنهام مع مانشستر يونايتد، يمكن المعنويات مانشستر يونايتد بعد التأهل إلى نهائي الكأس أفضل من توتنهام يلي تعرض لخسارة أخيرة بنتيجة 1-6 كبع بده جول واحد كان تحول توتنهام إلى البرازيل. بنروح زيزو مع فاصل للدوري الإسباني. الدوري الإسباني. مفتح إطار الدوري الإسباني، وأنور عم يضحك لأنه أنا ذكرته بخسارة البرازيل 7-1 امبارح.
أنوار، خسارة برشلونة أمام الفريق المدريدي رايو فاليكانو 1-2، هل هذه المباراة مهمة ولا خلص حسم الدوري؟ حسم كل شيء تقريبا في إسبانيا. طب بس بدي أسألك سؤال، برأيك لو كان بعد في صراع على الدوري كان برشلونة أفضل، كان أدى أفضل مبارح وبالمرة الأخيرة؟ طبعا الحضور الذهني أكيد، تعداد اللاعبين نفسيا، الرغبة في التسجيل في الفوز، نتائج الخصوم لما تتأثر على نتيجتك أنت. صح صح. لما خصمك مو قاعد يجاريك، مو قادر يوصل، بالتالي يعني أنت وصلت لفارق مريح، واضح أن تقريبا كل شيء في إسبانيا في إيدك يعني. حسم، وخصوصا يعني أن منافسك إذا داخل على مواجهة تشامبيونز ليج، فبالضبط يعني واضح أن التركيز ريالونا افتقد روح المنافس. صح. يا أبو عبد الله، أتلتيكو مدريد الثالث فاز امبارح على مايوركا 3-1 بالذكرى 120 على تأسيسه، يعني أتلتيكو مدريد 120 سنة عمره، هذا يعتبر من الأندية العريقة جدا. أنا اللي لفتني بغض النظر عن المباراة، بغض النظر عن أنه أتلتيكو مدريد ضمن نوعا ما مقعده بدور الأبطال الموسم المقبل، رئيس نادي أتلتيكو مدريد أنريك سيريزو يتمنى عودة ميسي ورونالدو إلى الدوري الإسباني لإنهاء مسيرتهما. أنت برأيك لو كنت أنت وكيل أعمال رونالدو وميسي بترجعهم على إسبانيا، ولا هي تعتبر خطوة إلى الوراء؟ ما أدري إذا هو يبيهم، هو يبيهم، لا يبيهم ولا يبيهم يردون أنديتهم. لا لا، هو فقط أشار عودة إلى إسبانيا، لم عودة إلى إسبانيا لأي فرق يعني. راح ريال مدريد خلاص، هو من بعد ريال خلاص. أنا برأيي رونالدو راح يوفنتوس، راح اليونايتد، راح الآن النصر السعودي، انتهى يعني. هذه مرحلة فترة ذهبية نعم صراحة، يعني أشغلت العالم كله تقريبا 15 سنة. لكن أيضا ميسي يعني عودة للمرة الثانية، أنا ما أيد لكن أنا كنت أتمنى أن يكون تكريم لسيميوني في 120 سنة هذه، حقق إنجازات مع النادي، استمراريته الطويلة، حقق الدوري، دخل عبد الله ماخذ اكثر اكثر مدرب 34 مليون. طبعا هذا تكريم والله تستاهل اكثر زود. لا زود فوق ما يخالف، بس قاعد يحقق لهم انجازات هم ما حققوها بالسابق. حقق الدوري معاهم، حقق اليوروبا ليج والكاس، حقق اليوروبا، عرفت، حقق بطولات. لا لا اكيد، وسنويا قاعد يشارك في الابطال، دوري الابطال. هم شنو يبون يعني؟ اتلتيكو مو كل سنه بيدش على برشلونه، ولا صعبه يعني، فوارق كبيرة. بس لكن في استقرار، في تراجع واضح يعني، في تراجع. ما التراجع أيضا الفرق الثانية متراجعة، فلذلك هو ما قاعد يبتعد عن الثلاث أو أربع مراكز الأولى. بسرعة أنور، معلي بنفتح محور دوري الإيطالي أو كأس إيطاليا، برأيك هل هناك معنى لعودة ميسي ورونالدو إلى إسبانيا، ولا خلاص الصفحة وتوتي؟ لا طبعا ندخل نتكلم بالنسبة لبرشلونة بشكل مفصل، لأنه واضح إنه أوكي برشلونة واضح إنه في يعني في رغبة أو في أخبار أو جمهور برشلونة لعودة ميسي مرة ثانية، وأعتقد هذا نوع من قرار عاطفي يعني، لأن أول شيء برشلونة وصل الفورمة اللي هو يبيها. أتصور برشلونة حاليا افضل تشكيله يمكن 4-5 سنوات مضت. صح. الفريق وقينا قادم تحقيق الدوري، فانت استخدام ميسي راح يرجعك خطوه للوراء، لانك انت راح تعتمد على لاعب، واحنا كلنا نعرف ان ميسي لازم يكون هو كل شيء في الفريق. نعم. فعوده ميسي مو خطوه للامام، عوده للخلف. نعم. في انك تدش مرحله بناء الان، وانت تبي تنافس على الابطال مع ابطال، ترجع ميسي، فهذا يعني شيء صعب، حتى ما يتواكب مع كرة القدم الحديثة، السرعة والقوة. طب أبو عبدالله، بس عندي أسألك على السريع، بس اللي يس أور نو، أنت وأنا بليز، هل أنت تخلص بسرعة؟ لا لا، هل أنت مع عودة نجم معين إلى فريقه، بس حسوب ميسي أو غير ميسي كان موجود بين خلينا نقول هذا النادي ترك، هل أنت مع فكرة عودته ولا خلص؟ فكرة عودته في حالة واحدة، أنا هذا بدي أفهمه، إن ميسي حالته غير عن رونالدو. ميسي برشلونة تعب عليه وجابه وعالجه منذ بدايته وظهوره، هذا يعتبر رد جميل. حلو. وفاء أن إذا رجع ميسي إلى برشلونة ممكن يلعب موسم، ممكن موسمين، يعني يساعد المدرب في عملية البناء، في عملية بيعتزل كمان النادي حق أبطال أوروبا، الأمور هذه عرفت، بيعتزل النادي. أنا ودي ميسي يرجع برشلونة برشلونة موسم موسمين، ويعتزل ويستمر في عمل التدريب او الاداري. انوار، مع في بعض الحالات يعني، مثال نعم شفتشينكو مع الميلان لما راح تشيلسي ورجع. هذه كانت خطوه تصحيحيه. نعم. انت اللاعب، لا الكل خسر في بعض الصفقات، تكون الكل خسر، صح، الميلان خسر وتشيلسي خسر وشفتشينكو خسر. نعم. فصار تصحيح، رجع شفتشينكو لمكان الاساسي. فهذه ايده. لكن ميسي انا قلت، اقعد ارجع واقول بناء
أو شكل الفريق برشلونة الحالي صار أفضل من الوضع السابق، وعودة ميسي شلون راح يكون تنظيفه مع المجموعة؟ راح يكون صداع بالنسبة نعم. ليش نفس الأرجنتين كان المدرب وظف اللاعبين حق ميسي لخدمة ميسي، ممكن تتكرر بس مو على مدى طويل، ممكن موسم موسمين ممكن نعم. على ما يجهز الفريق، أنا أتكلم على المستوى الأوروبي لأن المحلي هو الآن ناجح فيه وقريب من تحقيق الدوري. نعم ممكن كل شيء جاهز بكرة القدم أبو عبد الله، كل شيء جاهز، بس أنا أقول لك يعني شلون راح يصير توظيف ميسي في الفترة القادمة. ميسي تختلف على رونالدو، ميسي مهاري وممكن أن الفريق يخدم عليه، مو نفس السابق أن ميسي هو يعمل كل شيء، فممكن هذه تساعد. أنا أتكلم على المستوى الأوروبي، يعني خروج برشلونة من الدور المجموعات وخروجه من اليوروبا ليج ما راح يحطم اللاعبين المجموعة الجديدة في يعني نفسيا ذهنيا، فأنا أتوقع أن ميسي راح يكون دافع حتى لو للوصول لأدوار متقدمة يعني 8-6 مو مشكلة، بس أني أخرج بالطريقة هذه أنت قاعد تحطم اللاعبين هذول. نعم طيب بس أنا بحب ذكر كمان ما عليه شيء يذكر، بتذكر كمان لوثر ماتيوس يلي كان ملعب ببايرن ميونخ راح على الإنتر ورجع إجا مرتين على البايرن وحقق النجاح، يعني كمان هذا أحد الأمثلة. ودائما وأبدا على مستوى الدولة نذكر زين الدين زيدان لما ترك المنتخب وعاد بالعام 2006 وقت وصل على نهائي كأس العالم، كان قاب قوسين وأدنى من أن يحقق اللقب الثاني بالنسبة له بكأس العالم. زيزو إلى إيطاليا. نعم. تواضع شوف سيموني إنزاغي المفروض يكمل، سيموني إنزاغي أعطى شخصية للفريق، سيموني إنزاغي يحتاج لوقت مع الفريق، سيموني إنزاغي في دوري الأبطال وصلت لدور قمة النهائي لكن صارت فترة دروب مع الفريق في الدوري، وشفنا الفريق خرج حتى من مربع المراكز الأربعة الأولى، وبالتالي صار في انتقادات لاذعة على سيموني إنزاغي إنه مو هذه الأسم مو هذا المستوى اللي ممكن يقدمه مجموعة مثل هذه أنت تملكها. لكن يحسب لإنزاغي أمور كثيرة من أهمها عودة لاعب مثل نيكولا باريلا بعد كأس أوروبا شفناه في حالة دوامة هذا الموسم يقدم أداء جدا رائع. التمريرة امبارح تبعت لنا التمريرة بالضبط وفي كل مباراة يكون لاعب حاسم بالرغم إنه يعتبر لاعب محور متقدم نوعا ما، لكن إنزاغي قدر يوظف من خلال الطريقة اللي لعب فيها إنزاغي أمام يوفنتوس. أيضا تحرك دي ماركو ترى كان دور ماركو جدا مميز في الجناح في المطرف الأيسر. الطريقة اللي يلعب فيها إنزاغي هي أسوأ طريقة ممكن يواجهها أليجري لأنها نفس الخطة لكن طريقة سيموني إنزاغي طريقة متحركة. هم الطليان كلهم نفس الخطة شكر شنو عندهم؟ لا 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 شنو عندهم؟ جاي هاجمني وعبد جاهد. لا لا ترى هذه إيطاليا من زمان هذا خيب يلعبوا تحفظ بس في شغلة دفاعية قوية ومرتدات. بليز أنور بتحصلنا كيف متحركة بس بالتفصيل بالضبط. أنت قلت لي نفس الخطة كونتي يلعب 3-5-2 حلو لكن المجموعة كلها تتحرك وترجع مع بعض. أوكي. لما تلاحظ المحاور أتكلم عن المحاور. نعم. مفاتيح اللعب في خط النص كلهم يلعبون محاور ثابتين في في مكانهم. أيضا هذا الكلام يتطبق على يوفنتوس رابيوت لوكاتيلي فاجيولي ميريتي كلهم لاعبين ولا واحد فيهم يعتبر صانع لعب بينما في الإنتر متحركة لأن أنت عندك أكانتونولوغلو وحتى لاعب الأرمينية مختريان يقدر يقوم بهذا الدور هو كان يلعب الدور في روما صح. فالطريقة اللي لعب قدمها سيموني إنزاغي فيها نوع وحتى لما كان مع لاتسيو كان ألبرتو يلعب كان يلعب في هذا المركز اللي هو متحرك بين خط النص وخط الهجوم ففي صانع لعب في صنع لعب في عنصر مفاجأة. طريقة أليجري لا طريقة أليجري تعتمد على عملية الكواليتي للاعبين الأداء الفردي للاعبين الكروسات الطويلة هذه اللي تصل ترى كانت ممكن نتيجة تصير أكثر لولا بيرين حارس وطبعا هو أكثر من كرة مظلومة يعني بس في شغل أنا ولا مرة شفتك عم تشيد فيه لما سيميليانو أليجري دائما بتنتقده في السنوات الأخيرة. لا أليجري قدم مع يوفنتوس أداء جدا مميز في السنوات الماضية. طب شو سبب تراجع دايما يعني سبت راجع مستوى تكتيكي العناصر ترى العناصر عنده عناصر. لا 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 بس عبد الله انت تملك اظهره وباكات وتلعب في 5-2 مصر عليه زين ليش نتائج سيئه اسوء مباراه الفريق الحين مثلا امس انت قراءتنا مباراه امس أليجري حط اللوم على اللاعبين مو على الخطه لما تجي تبدل راس حربه وتنزل كيزه
طيب انت مشكلتك ما كانت في رأس الحربة، معزول فلاوفيتش، معزول وفلاوفيتش مهاجمين مميزين وملك من المهاجمين المميزين، مع ان أليجري فاز مرتين ترى على الانتر في الدوري. اي مزبوط. إيه. بس انا اتكلم عبد الله ان انت اللاعب مهاجمين معزولين، الطريقه اللي الصنع الطويل هذا كوسيتش من على الشمال وعلى اليمين. طيب ما لاحظت كوادرادو، ما لاحظت نقطه غريبه ان بعد ما خصموا ال 15 نقطه الفريق تحسن، قام يفوز. من ردوا له ال 15 بالضبط، خسر من نابولي. هذه مو صدفه، هذه مو صدفه، خسر طلع من الكاس لانهم لان ال 15 نقطه خسروا، تعطي دافع. بس شالت الضغوط، شالت الضغوط، ممكن ترى يلقون يشيلونه. انت شفت أليجري، أليجري اكثر واحد استانس وطلع يعتبر صحفي، وانا مداعم للفريق وانا موجود، لان ال 15 نقطه شالت الضغط على الفريق. انا في النهايه خسرت من 15 ومو مطلوب مني اني احقق نتيجه، فالعب ما عندك مشكله. لكن لما رجعت شالت 15، لا انت الحين لا ما عليك اي خصم، وبالتالي مطالب بتحقيق نتيجه، ومطالب في كل مباراه انك توصل وتجيب على الاقل ان يكون اي، لان ممكن يطلع أربعة من التوب فور مع عوده ال 15. رجع هذا الضغط، في اربع فرق الان قاعد تنافس. رجع هذا الضغط، رجع هذا الهاجس، رجع الهاجس، هذا الهاجس ان انا الحين لازم. انت ليش كلها مستحيل؟ لا انت ما عندنا كمان دوري الكويتي. ابو عبد الله سؤال، دوري الكويتي امس، سؤال الكويتي. فوز الانتر امس وصوله لمباراة نهائية، اليوم عندنا كمان دور نصف النهائي الآخر، كريمونيزي مع فيورنتينا، فيورنتينا فايز 2-0 خارج ملعبه. أبو عبد الله، فيورنتينا خسر آخر مباراة بالدوري، بالدوري بس أعتقد 3-2. إيه بس أكيد فيورنتينا هو أحد الفرق الخمسة الإيطالية التي وصلت لنصف نهائي البطولات الأوروبية. دوري المؤتمرات، دوري المؤتمرات. أنت قاعد تطنش عليهم بالمؤتمرات، شلنا بطولة كبيرة. لحظة، في من يدري على المؤتمر يا عمي؟ سنت الماضي جوزي مورينو لما فاز مع روما فيها بلش يبكي، تاثر. اي لان تدري ليش؟ شوف في فرق، في فرق يا جماعه، في فرق لما تتكلم عن انديه روما. طب روما اكبر من فيورنتينا، ما يخالف. روما شنو عنده بطولات على المستوى الاوروبي يعني؟ معلش مع احترامي لروما، عطني في بطوله اوروبيه خذها. لا هذا اول لقب. طيب لما انا وفريق منتهي وقاعد عمليه بناء وادش احقق، فانبسط بالمؤتمر صح، وانبسط بالاجتماع. ايضا دور المؤتمرات، دور المؤتمرات ومنتظرين للخمس انديه او الدوريات او الدوريات. انا بسؤال بس بالذمه، بس سؤال، شنو هذا دور المؤتمر؟ بس سؤال، هاي بطوله كاس الكؤوس السابقه، هل هذا بس عشان ماديا بس؟ بالضبط. بس يلا خلينا نروح فاصل ونواصل. بلنتي بلنتي الدوري الكويتي. نفتح الان محور الدوري. مبروك برشلونه الكويتي. يا ابو عبد الله، برشلونه تعبانه حق خالد. خي شو بدنا خالد خيبة طالع من شلونك كل يوم تفضل. خلاص مبروك، انا مبارك لكم قبل شهر. الدوري الكويتي اكيد المنافسه مشتعله جدا ما بين الكويت والعربي، وحتى كاظمة عنده حظوظ، والقدسيه كمان عنده حظوظ وان كانت قليله نوعا ما. الجوله السادسه من منافسات المجموعه الاولى تفتتح بالغد، عندنا مبارتين الجمعه السلميه الكويت الفحيل كاظمة. طبعا انور انت تحب السماوي ولابس ازرق كمان اليوم. السماوي صار حصاله، كل من ياخذ منه نقاط. بالاسبوع الفائت خسر السلميه امام العربي 3-0، وعنده بكره امام الكويت. طيب اليوم كل العالم عم تعتبر السلميه عباره عن جسر عبور، هل برايك ما زال يملك الشخصيه ليقف امام الكويت ويقدم خدمه للعربي؟ مو متوقع طبعا، واضح ان سهل ان موسم السلميه انتهى بعد نهايه الدوري المنتظر من ايه؟ من مع دخوله مع الستة، مع دخول الستة. واعتقد هذا ايضا يرجع لنظام البطوله، يعني انت صعدت فريق من ضمن سته هو الاخير، فلا عنده امل انه ينافس ولا راح يطيح. فللاسف، وللاسف طبعا احنا يعني في الكويت يعني نتكلم بشكل واقع عام، مو بس نادي السلميه، احنا يعني لما ما في عمليه الانتظام والتعامل الاحترافي العالي، بالتالي اللاعب يكون جاهز طول الموسم وفي كل مباراه ينزل يلعب. لا يعني عمليه لما تفقد الدافع، الفريق واضح انه فقد الدافع، وذات مباراه العربي الشوط الثاني الشوط الاول 0-0، زين لعب الشوط الثاني، الشوط الثاني 3-0، يعني ثلاث اقوال ورا بعض 20 دقيقه. اي يعني يعني نادي السالميه واضح انه موسمه انتهى، فمو متوقع ابدا انه يعني خصوصا امام فريق جاي برغبه كبيره
ما عنده مجال. الكويت فقد عدد كبير من النقاط. طب أنور، أنه طالما أنت من مشجعي، من كبار مشجعي السلمية، شو بينقص السلمية بالموسم المقبل برأيك؟ مثلا قل لي مدرب، لاعبين، قل لي شو بينقصه؟ الاستقرار طبعا، الاستقرار. يعني احنا، أنا أقول لك أحد النقاط اللي أثرت على السلمية هذا الموسم، فجأة لقينا في نص الموسم بلش فترة الانتقالات الشتوية، والسلمي قاعد جاهز يلعب نهائي كأس ولي العهد، محترف المهاجم عندنا أسورستم قال أنا مستلم رواتبي مع السلامة. هذه كارثة. هذا مو وضع فريق كرة قدم، انت قاعد تدش على منافسات وايضا امور كثيرة. يعني بعد دورة خليج ولا بعد كاس العالم؟ بعد كاس الخليج على طول. بعد كاس الخليج على طول. ويعني انا اللي عرفته ان اسو رستم من اللاعبين اللي كان، رستم طلع هناك مطلق التجنيد لا الحين وانضم راحت لا بس هو انضم لنادي قوي طبعا، نادي الشرطة، نادي الجماهيرية في العراق. والله وفقه للأمانة، مهاجم فعلا خسرنا. فهذه أحد الأمور اللي تبين لك الوضع في نادي السلمية في خلل كبير، خلل إداري كبير. ويا رئيس النادي يستقيل، بعدين ما ندري شنو صار فجأة أفلام. طيب نرحب بأبو حسين. ألو ألو، مساء الخير. يا هلا، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. بالوقت الضايع. بالعكس، انت باي وقت تتصل يا اهلا وسهلا فيك حبيبي استاذ. حبيبي تفضل. انا بتكلم عن الدوري الكويتي طبعا، الاغلب وانا منهم صراحه اشاد بنظام الدوري السنه هذه، لكن انا اعتقد ان مثلا كل تجربه يمر فيها اي اتحاد، يعني لابد في نهايه الموسم في تقييم من هالتجربه. حلو، اخذ شنو سلبياتها شنو ايجابياتها. انا طبعا مثل ما تشوفوا المده الاخيره الحين السته، خلينا نقول السته الكبار. يعني السالميه والفحيل مبارياتهم صارت شبه تحصيل حاصل، صح ولا لا؟ صح. انا اشوف ان السنه الجايه لو انت ناوي مثلا تستمر على نفس النظام، اخليهم اربع كبار وليس سته. لان دائم الاربعه يكون التنافس أشد. صح. طيب ما أدري، يعني مع أن الأغلب يقول والله ليش مو ثلاث أقسام، ليش مو قسمين؟ أنا ككويتاوي لو قسمين أنا بطل الدوري خالص. بس شفنا حلو صراحة الإثارة والمتعب بالخلفون الأمتار الأخيرة. وحسين ليش ما تخليها ثلاث أقسام؟ هذا اللي تفضل أبو عبد الله نفس ما تفضل. أما الحين الاتحاد عفوا شنو يبي كثرة مباريات عشان اللاعبين يكونون جاهزين حق المنتخب لما يكون لياقة المباريات على أعلى مستوى. تقدر أنت تخليها ثلاثة أقسام وتلعب مثلا في كاس الولي العهد تحط مجموعات سبعة هني وثمانية هني، فهني أنت لما تيجي تحسبها بالنهاية نفس عدد المباريات راح يوصل 30 إلى 35 مباراة. صحيح. إذا كان هذا الهدف، إنما تخلي الدوري كذي سالمية وفحيل يأخذون منهم نقاط ما له خلق يلعب، تيجي حق الأربعة اللي تحت النصر والجارة من أول لعبة لعبتين افتل الدوري وقاعد تنقلهم بعد بالتلفزيون. أنا بعرف مدرب المنتخب إيش راح يطالع، أنا كلاعب مالي هدف ما راح ألعب. عشان كذي قلت لك عبد الله، أنا لابد في تقييم للموسم. أنا أقول يعني السنة الجاية أصمم على نفس النظام، أخليهم أربعة كبار وليس ستة. يعني نحن بنشكر هالاتصال، ويا ابو حسين نتمنى ابو حسين تاخذون الدوري هالسنه. اي بدنا نسالك سؤال، شو ابو حسين؟ راح ابو حسين. بنتمنى يكون الاتحاد على اطلاع، لانه في بعض الايام فيك تاخذ انت افكار كثير حلوه من متابع، من شخص خلينا نقول له متابعه خاصه للدوري. وانا برايي كمان هيدي الفكره حلوه، انه يكون في بيج فور افضل، لانه فعليا السلميه والفحيل هلا حاليا بالتوب 6 ما في لهم دور. كمان عندنا ابو عبد الله بكره، عرفت ليش دوري المؤتمر يسوونه باكر؟ في عندنا باكر الفحيل وكازما. الفحيل بقياده المدرب فراس خطيب عنده شخصيه معينه ممكن يعمل مفاجاه، ولكن كمان خساره كازما امام الكويت الكبيره بالاربعه عطيت يمكن كمان نوعا ما مثل ارسنال، لانه ما عنده النفس الطويل كازما. صح، وهذا حصل الموسم الماضي. شو رايك بكره، هل كازما قادر يفوز على الفحيل ويتمسك بحظوظه؟ طبعا عنده فرصه كبيره، ولا ننسى ان كازما فاز على الفحيل في القسم السابق واللي قبله، يعني متفوق على الفحيل. وهو قادر أن يحصل على ثلاث نقاط، وهو مو بعيد يعني أربع نقاط. لكن مشكلة كاظمة
ان امام الكويت ما قاعد يفوز، والكويت منه هو المرشح الاول لكل بطوله قاعد يحققها كل سنه يعني بالدوري. يعني الموسم الماضي لو فايز على الكويت او متعادل مع الكويت تعادل كان ممكن ياخذ الدوري، يحسم الدوري. صح. ايضا المباراه اللي فاتت كانت بينهم نقطه، طريقه اللي لعب فيها المدرب الروماني طريقه غريبه، يعني اوكي انت يعني دخل عليك هدف ودخل عليك هدف ثاني في بدايه الشوط الثاني، تنطر لما تصير 2-3 بتهاجم، ولما هاجمت وبدلت في الشوط الثاني دخل عليك هدفين. اكيد المدرب بنيا قرأ المباراة وفي تغييراتها اللي أجراها نشط الفريق، وأنا عجبني أن الكويت أفضل مباراة لعبها ويا كاظمة هذا الموسم، هذه هي أفضل مباراة يعني يمتلك بنيا عملية الانضباط، وهذا ما رسخه في الكويت. يعني ممكن تدريبات قليلة تمرينات ثلاث لكن رسخه يعني ذهنية ذهنية. طب أنور، هل برأيك يعود الفضل لابونياك بتحسن الكويت انه لحق بالفتره الصغيره هذه؟ بونياك من المدربين القلائل في الكويت اللي بصمته واضحه بسرعه على الفريق تبين، ولما تشوف الفريق يلعب تعرف انه بونياك، يعني تعرف بونياك شفناه مع العربي 2005 بالضبط، مدرب هجومي ويركز بشكل كبير على الاداء الهجومي وتسجيل الاهداف وحسم المباراه بشكل يعني مو يعني ما يعطي فرصه للخصم من يرجع. فبونياك من المدربين هذيل اللي يعني الأمانة أنا سلماوي كنت أتمنى إنه يمر علينا مدرب مثل بونياك، لكن طبعًا ما صار نصيب، يمكن هو مر تقريبًا على أربع أو خمس أندية كويتية بس وكان لبصمة في كل مكان. يحتاج دعم المدرب يحتاج دعم، عطى عناصر في فكر. ليش إحنا لما قلنا لك مع القادسية نجح، مو أن قصدنا نجح بالبطولة، لأن وضع القادسية كان سيء، كان الثامن وصل الثاني. صحيح. الكويت لهم نظرة ونجحوا فيها. أنا قاعد أقول لك أفضل مباراة من ناحية الانضباط، من ناحية التغييرات، حتى أداء اللاعبين كله تغير. يعني كميل صنع له هدف في المراوغة، اعتماد على الفرديات، على الأجنحة، بالرحمة لاعب محور يحصل لك على ركلة جزاء، استفادة من المساحات والدخول مسافات، الخنيسي عادل التسجيل، أمور تحس حتى بعد ما كاظمة سجل هدف قلص الفارق الكويت ما نطر ودافع بحافظ، لا بادر بتغييرات هجومية، الصابري والكرة المباشرة من بالرحمة، ففي تنوع وفي اللي عجبني الانضباط التكتيكي داخل الملعب. أفضل مباراة أنا شفتها بصراحة، مع لا نحمل كاظمة كل الكاظمة، واضح أنه كان خايف وممكن لو قايل تعادل يرضى بالتعادل. نعم. أنور، نهار السبت عندنا مباراة قمة كرة القدم الكويتية ما بين العربي والقدسية. اليوم إذا سلمنا جدلا بأنه القدسية فقد الكثير من حظوظه للتتويج باللقب، هل من صالحه أنه يخسر أمام العربي كي لا يفوز الكويت؟ لا طبعا، ولا لا لازم يفوز على العربي، يعني شو رأيك؟ لا طبعا، القدسية راح يدخل المباراة بيروح الانتصار والفوز وأكيد طبعًا. يعني القدسية لا زالت حظوظها يعني موجودة، يعني في فرق بينه وبين الأول 9 نقاط، يعني ما راح يفوز. كم نقطة في الملعب موجودة؟ 15 طبعًا، عندنا 5 جولات. يعني بالضبط، يعني في 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 فرص، وأيضًا لا تنسى إنه في أعتقد في حسبة السوبر أربع فرق شارك الموسم القادم، فهذا أيضًا راح يكون دافع للقدسية، وأيضًا كونه مباراة ديربي يعني تصور القدساوية هذا تاريخ يتسجل، ما في يعني تعاون. اي بالضبط ولا فيه. بالضبط، حتى لو ما له امل بالتالي. ما له امل، بس بترشح القدسيه ولا العربي انور؟ اتميل للتعادل. للتعادل. انت برايك التعادل هذا بصب بصالح الكويت؟ طبعا. ابو عبد الله، شو رايك بالمباراه هاي؟ انا قاعد اشوف انه افضل سيناريو قلت لك امس حق الكويت انه عنده السالميه وفحيل، اذا ما حصل على 6 نقاط والعربي راح يلتقي القادسيه السبت وراح يباخذ كاظمه ورا بعضهم. طبعا ممكن هني لو فقد مثلا نقطتين، لو نفرض مثلا نقطتين فقد من المباراتين، راح يدش مباراه العربي اللي العربي راح يدش مع الكويت اللعبه الثالثه اللي بينهم ومتقدم الكويت ب4 نقاط. حتى اذا خسر بضل في فرق نقطه، في فرق نقطه ينتظر عاد العربي ماذا سيفعل القادسيه وكاظمه، هل يقدمون له هديه او. فالامور صعبه، العربي تفوق هذا الموسم على القادسيه 2 مرات في الدوري ومره في كاس ولي العهد اللي حققه العربي
واضح التفوق والاستقرار اللي عنده، العناصر اللي عنده، الظروف اللي في نادي القادسية، لكن المباراة هذه راح يقدم القادسية أنا أتوقع التاريخ والسمعة، وهذه ما راح يفرط فيها في مباراة مثل العربي، إن مثل إنه يسلم العربي. لا 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 هذا كلام احنا فقط هيك. الآن محمد إبراهيم في طور التجهيز أكثر لمباراة الكويت يمكن الأسبوع القادم راح يدش علينا الكاس، احنا بنذكر نص نهائي الكاس بثلاثة مايو، يعني بعد يعني بعد اي بعد ما في ايام اسبوع اي ايام قليله. انور اخر سؤال بدي اسالك اياه، يلا اليوم يلا اليوم ترتيب الدوري، الكويت مركز اول، العربي الثاني، كازما الثالث، قدسية رابع، فحير خامس، سلمية السادس، هل بتشوفه منطقي في ضوء ما قدمته هذه الفرق؟ جدا هذا هو هذا واقعنا، هذا الواقع، هذا الواقع، يعني الافضل فريقين الكويت والعربي، والكويت تكون متمرس في البطولات، ودائما قاعد نشوفه هو يعني السباق لتحقيق البطولات في السنوات الاخيره، هو المتصدر وعنده خبره في التعامل، والعربي يعني فريق متميز طبعا هذا السنه، وفريق بمحترفينه يعني الصولة والسنوسي شفناهم، يعني اتصور العربي اذا قدر يحافظ على هذه المجموعه للموسم القادم ايش ترى ممكن يطيرون. قول بالك، شوف العربي والكويت ثلاث سنوات الاخيره البطولات بينهم، نعم خالصين. لما تي حق الصداره الان راح تشوف الكويت افضل هجوم والعربي افضل دفاع، فطبيعي يكونون في صراع في الصدارة. حلو، اتوقع هي بالنهايه راح تكون بينهم، مع احترامي حق كاظم زيزو. عطنا لك حلوه، شو رايك هيدي؟ عطنا 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 يا سورنا يس اور نو، فكرة يس اور نو. شباب بدنا يعني بدنا نعملها بسرعه، لان صار الساعه 6 دقيقه. اي والله 6 دقيقه. ومعزوم اليوم ابو عبد الله مشان. والله تاخرنا. وين رايح اليوم؟ مكان خاص. طب ولو انا حبيبك خذني معك. باخذك. يلا، برشلونه استفاد من ضعف الخصوم للتتويج باللقب، يس اور نو؟ يس جدا. هالاند اليوم افضل من مبابي؟ يس ابو عبد الله خلي يحقق بطولات يصير ابو عبد الله اليوم. لا لا خلص. يجب على يوفنتوس ان يعين كونتي كمدرب؟ لا نو كليا كليا ابو عبد الله. يوفنتوس ايه ليش كونتي. ما يقبلون بطولات ابو عبد الله، انت شو رايك؟ لا ليش يقول لا ما يقبلون بطولات؟ محلي مدرب محلي يا ابو عبد الله، مدرب محلي. شنو العناصر اللي عندك بتوصل ابو عبد الله؟ تفضل. مع تعيين كونتي مدرب ليوفي؟ هي أحدهم كونتي وما يعني من بيه. طيب مدرب. أوكي. نحن قادمون على حقبة سيسيطر فيها سيتي على دوري الأبطال، حقبة كاملة يعني سنتين ثلاثة. أنور؟ لا. أبو عبد الله؟ هذا ريال مدريد ثاني. أبو عبد الله؟ لا، ريال مدريد لن يتكرر. أوكي. آخر سؤال، العربي يستحق التتويج بلقب الدوري أكثر من الكويت، نعم أو لا؟ لا. أبو عبد الله العربي يستحق أكثر من الكويت، نعم أو لا؟ يستحق أكثر من الكويت. لا متعادلين مصر، ما في استحقاق لأحد. طب بدل فيها سنروح يحو أنور. أنا وجهة نظر إن أي واحد يفوز فيهم يستحق. طب شو اليوم هم الأفضل؟ أهم شيء اليوم أنا يعني بدك اتخذني معك ولا لا؟ والله قاعد بشوف زيزو والله شكلك سائل وعارف شنو اللي جاب. لا بشوف زيزو شكلك عارف وين بيروح. عندنا زيزو مشارك. أول شيء أنا بحب أشكر أنور دائما حضورك في يسري البرنامج، وإن شاء الله كنا أعطيناك الوقت اللازم حتى تعبر عن نفسك. شو الموضوع أنور؟ كل خميس أشوفه أنا. هلا بالخميس، ما نغني له هلا بالخميس. هلا بالخميس. ويا أبو عبد الله بدي أشتغلك من اليوم لنهار الأحد. إيه كثير ترى كثير، لا راح نشوف بعض باكر إن شاء الله. حبيبي زيزو شكرا، وبس بدي أتمنى الحظ السعيد للهلال بمواجهة أوراوا، ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا. كل التوفيق لأوراوا. كل التوفيق لا كل التوفيق للهلال. شكل أوراوا شكل. ما نحن عرب. عرب ولا هذا؟ ساعتها بدك عرب ساعتها بدك. شكل أوراوا أبو عبد الله. من حقي ما يصير. من حقك. حلو الهلال باير ميونخ من انت بي لوك اذا لبنان باير انا مع باير نلقاكم نلقاكم يوم الاحد الساعه 5 مع حلقه جديده من بلنتي. فورزا هلال.